كانت بداية انطلاقي وأنا صغيرة في المرحلة المتوسطة. كنت أجلس كثير مع ستي وأشوفها تخيط أشياء للبيت، شراشف للمساني، التعديلات ودي الأشياء، ومرة حبيت موضوع الخياطة منها وحبيت وقررت وقتها أن أنا أكون خياطة زيها. بعد كده بعد المرحلة المتوسطة حبيت ألتحق في كلية إعداد المعلمات سابقا، والوالد رفض وقال لي لا، أنه بعد ما تخلصي دراستك شوفي نفسك بعدين فين حتكوني. خلصت المرحلة الثانوية وحاولت أني أنا أسجل في جامعة طيبة ألتحق فيها وفي الكلية التقنية، ربي ما كتب أن أنا أكون معاهم. بعد كده التحقت بجمعية طيبة كانت بتعطي دورات مكثفة عن الخياطة، عن التطريز، الكروشيه. أخذت دورات كثيرة عندهم تخص الخياطة وغير الخياطة. بعد كده في نفس الوقت أنا كنت بأسس حياتي المهنية وحياتي العملية. اشتغلت في مشغل لمدة سنة كخبرة. بعد كده انتقلت لمعمل خياطة اشتغلت فيه ما يقارب 3 سنوات. صاحبة المعمل إنسانة جدا رائعة وراقية في التعامل، شافتني قديش إنه أنا شغالة على نفسي، قالت لي أنت إنسانة عظيمة في عملك، مستحيل يكون مكانك هنا، حاولي تبدأي من دحين تشتغل على نفسك، حرام وقتك تضيعي عندي. بعد كده انتقلت لمعمل رسم الأزياء، الآن أنا بتحدث معاكم من وسط المعمل، معمل خاص فيه مش تقريبا لنا شغالين 8 سنوات. والآن أنا مدربة خياطة معتمدة من غرفة تجارية ومن العينية. أكيد بداية أي عمل حيكون يواجهك صعوبات وتحديات. أول الصعوبات كانت عندنا في أول سنة إنه إحنا كيف نوصل للناس، لسه ما كان في موضوع السوشيال ميديا، فبدأت إنه أفكر إنه كيف نوصل للناس. عملنا خط إنتاج لنا بوتيك من نفس المعمل، والحمد لله إحنا زمان كنا نشتغل على أفراد وبوتيكات أشياء بسيطة، اليوم إحنا عندنا شركات ومؤسسات بنتعامل معاهم، بدل إحنا ما ننتج نفسنا صرنا نعمل خط إنتاج داخل المدينة وخارج المدينة.